مبادرة التعليم الشعبي كأداة لتعزيز ثقافة اللاعنف عند الأطفال وحتى عند الأهالي. زي ما أنتم شايفين مشاركة الأهالي ومشاركة أهالي الحارة مع أطفالهم ومع منشطين هذه المبادرة. طبعاً المبادرة هاي بتضم أكثر من زاوية، منها زاوية الألعاب الشعبية وزاوية الحكواتي والسينما. في زاوية الألعاب الشعبية زي ما احنا شايفين المنشطين بيقوموا بأكثر من لعبة شعبية مع الأطفال بمشاركة الأهالي. وراح نشوف في الفنون الشعبية زي ما احنا شايفين تزيين الحارة والاهتمام فيها بأكثر من زاوية. في زاوية الحكواتي راح نشوف بعدين شو راح يصير. في زاوية السينما راح نعرض فيلم بيعزز قيمة ثقافة اللاعنف عند الأطفال وعند أهالي هدول الأطفال وهاي الحالة. المبادرة أعطت كثير اهتمام للأطفال. المبادرة عملت صدى كثير حلو في مخيم النصيرات. أنا اسمي رزان البابا، اليوم عمل مبادرة في السوق وكانت مبادرة حلوة. إحنا بنشكرهم وطبعاً نفست عن الشعب المخنوق رغم كل الحصار والظروف الصعبة. أنا اسمي لمى الحوات، انبسطت اليوم بالحفلة وانبسطت بالمبادرة مع علوش ومروش، انبسطت كثير ووزعوا علينا ألعاب وهدايا وكيفنا كثير.